اهلا بكم من جديد. من فن الجرافيتي على الحيطان الى الفن التشكيلي، ينضم الينا من الرياض الفنان السعودي طلال الزيد. اهلا فيك في صباح العربيه طلال. اذا البدايات زي ما اشرنا كانت جرافيتي على الحيطان، يعني حتى هذه البدايات على الحيطان كنت تجد في نفسك هذه النواه البذره في ان تكون رسام وفنان؟ صباح الخير. طبعا اول شيء ودي اشكركم لاستقبالي في حلقه اليوم، وكما ودي اشكر مشاهدين العربيه. بالنسبه للفن، انا صراحه قبل مرحله الجرافيتي كان عندي مرحله ثانيه او المرحله الاولى بالاحرى، اللي هي كنت ارسم يعني كاركترز من الكوميكس اكثر شيء. وبعد المرحله هذه انتقلت الى رسم الجرافيتي. طبعا رسم الجرافيتي كما تعرفوا يعني كان طبعا رسم على الجدران صحيح. اكثر شيء. و يعني بدات المرحله هذه انا اثناء يعني دراستي في ايطاليا، ويعني الحمد لله انا وبعض الزملاء يعني تطورنا في الموضوع، ويعني حتى كان في مجلات وكتب عن الجرافيتي كتبوا عننا. وفي نفس الوقت جت البلديه في روما في ذيك الفتره في عام 2000 وطلبوا مننا انه نسوي جدار عام في منطقه عامه. فهذه كانت البدايه الرئيسيه بالنسبه لي. ما بعد كذا دخلت في الفن المعاصر. ايوه طيب طلال، معارض طلال انت بتستخدم اربع انواع من الفنون في رسمك، اذا ممكن تكلمنا عن هذه الانواع، وهي مره مختلفه وما لها علاقه كثير ببعض. صحيح. مثل ما قلت الكوميكس طبعا اللي هي قد تكون الانسبريشن، لكن النمط في الفن كما يسمى البوب ارت اللي هو مبني على البوبولار ايمجز او اي شيء قد يكون لوجو شركات او اي شيء الشخص اللي يكون يعني عارفه الى كرتونز واكسترا. طبعا بعدين في عندنا الجرافيتي اللي هو عارفينه، وبعدين في عندي الاكسبرشنزم اللي هو قد نشوفه اكثر شيء اللي هي حركات السبلاشينج وما السبلاشينج. ايوه. وطبعا المينيمال ارت اللي هو لانه كما تشوفوا انه دائما انا في اعمالي يعني تحديد خلينا نقول الوجيه والاشياء هذه تكون دائما مينيمال، ما ادخل في تفاصيل كثير. نعم. فهذا المينيمال ارت. ايوه. فدمج طيب. الاربع انواع هذه ينزل تحت مسمى النيو اكسبرشنزم. نعم. طيب طلال، كمان لاحظنا انه عم تدخل بعض الكلمات يعني الخط العربي، احرف عربيه، لكن اللافت انه في منه كما لاحظت يعني بالعكس عم ينكتب، شو الفكره؟ في صحيح في اكتب انا استخدم الاحرف اللاتينيه لكن اعكسها اكتبها بالمقلوب. الفكره منها يعني رغم اني انا كنت طبعا في الخارج وتعلمت الفن يعني فنان يعني فنانين يعني اللي اشرف عليه كان فنان امريكي، ف كنت ابغى اعكس الشيء هذا، لكن في نفس الوقت ابغى اعكس الانسبريشن اللي جاني منه في طريقه عربيه. فكتابه الاحرف اللاتينيه في العكس تعكس الشيء هذا، لانه تعرف طبعا احنا نكتب من اليمين الى اليسار مش من اليسار الى اليمين، لكن استعمال احرف اللاتينيه دمجت الشغله هذه مع بعض. طيب طلال، يعني عدا عن فن الجرافيتي اللي انت بتستعمل فيه كثير الوان، لوحك دائما بتركز فيها على الابيض والاسود، قليل جدا ما تستخدم الوان ثانيه، في سبب معين؟ انا بالنسبه لي الاسود والابيض يعني اشوفه قد يعطي فرصه للمشاهدين انهم يركزوا على اللوحة أكثر من ناحية الفكرة، بمعنى أيوة. أنهم لما يطالعوا اللوحة حيحاولوا أنهم يفكروا أكثر بإيش هدف اللوحة أكثر من أنهم يشوفوا ألوان يعني أنا ما أبغى أن الناس تشوف اللوحة وتنظرها كألوان وينظر لها كخلفية يعني تتماشى مع شيء، أكثر ما أبغاها تكون مبنية على الفكرة. فأنا أفضل فاستعمال اللون الأسود والأبيض ما يعطي فرصة كبيرة للناس أنها تقعد تشوفها كلوح يعني لوحة
فيها الوان اكثر ما انهم حيصيروا يركزوا على الفكره اكثر. نعم. وهذا الهدف اللي انا ابغاه صراحه. طيب طلال قديش بتميل في رسماتك الى مساله تسهيل الفكره حتى يستوعبها الناظر او الرائي، على عكس بعض اللوحات اللي بنشوفها يعني بتقلق جدل انه مثلا خراطيش من هون ومن هون وبيقول لك هذا فن مش اي واحد بيفهمه، فيعني قديش انت بتحاول ان تحيد عن هذه الجدليه والتصعيب في مساله تذوق الفن؟ والله انا خليني اجاوبك في طريقه اللي هو ابغى اقوله انا، انه اوقات لما ارسم ما يعني حتى قد تكون في احرف و بورتريات واشياء ثانيه، لكن احاول اني احطها في طريقه صراحة أنها ما تكون واضحة كثير 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 للجمهور، لأنه ما أبغى أنه الشخص إذا شاف اللوحة يعني يقعد عليها 5 ثواني 10 ثواني ويمشي، أبغى أعطي فرصة أكثر أنهم يتعمقوا فيها. بس بنفس الوقت يعني مش تعطي سنة هو يفكر فيها يعني كمان. طلال كيف؟ لا مش كمان تعطيه سنة يقعد يفكر فيها يعني، خلينا نكون بالوسط يعني أنه لا هي صعبة ولا سهلة. لا فعلا لا في 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 بعض اللوحات لما اسويها يعني تكون واضحه جدا، في بعض اللوحات قد تفهم اكثر اذا الواحد قرب عليها، في بعضها ما تكون واضحه من بعيد، لكن اذا قربت عليها ودققت على الديتيلز حقتها حتستوعبها على طول. فأوقات كذا أوقات كذا يعني حسب المود اللي أنا أكون فيه أثناء رسم اللوحة. طيب طلال الزيد كان معنا من الرياض الفنان السعودي، نشكرك يا طلال. شكرا لك.